قالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ الله أكبر، من أحب عباد الله إلى الله بصيغة التفضيل يا أخوان؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. تريد أن تكون أحب الناس إلى الله؟ أن تفوز بالدرجات العلى من الجنة؟ أن تسعد في دنياك وأخراك؟ فعليك بهذه العبادة العظيمة التي حرمها أكثر الخلق، حسن الخلق واحتساب الأجر فيه عند الله عز وجل.